نبلش حلقتنا مع مسيو وسام عبد الصمد من سين اون سكرين، هالشركه يلي بتقدم لنا اغراض اصليه كثير حلوه وكثير براتيك لكم. صباح الخير وسام. بونجور، اهلا وسهلا فيك. عن شو رح تحكينا اليوم؟ اول شيء بدي اعيدكم وعيد كل المشاهدين. اليوم في عنا باكج كثير حلوه. نعم. اسمها بيرس برايد. بس بدي اسالك سؤال، قد ايه بتتعذبي وقت تنقلي الصبح من جزدان لجزدان؟ بتغيري جزدانك الصبح؟ بغيره كل يوم حسب شو لابسه، بغير الجزدان. وياما اوقات بنسى مصرياتي، ياما بنسى المفتاح فيه، بنقعد ساعتين نفتش عليه، ما عدا الغراض والميك اب. بتعرف الصبايا بضل عندهم قصص. قد ايه في غراض بتكون موجوده بالجزدان وقد ايه بتنسي اشياء؟ بيرس برايد باكج هي غرض بينحط بنص الجزدان، بيوفر علينا انه نقعد نفتش على الغراض تبعنا لانه مقطع هيك بشكل نقدر نحط كل غرض بغرضه. اكيد. تخيلي قد ايه معقول يكون في غراض عم يساعد فيها، تليفون، السلولار، الكلينكس، علبة الكلينكس، المفاتيح، كل شيء اخبار معقول تستعملها المرأة. هيك المفاتيح معلقين حلو هيك ما بيضيعوا بالمرة. المهضوم فيها مثل ضو صغير بس نضوي. بتعرفي بالجزدان بكون شوي معطمي، اذا ما نشيل شيء على السريع فينا نشوفه، وكبسه براس الجزدان بنضويها. بلس عن هيك موجود فيها مرايه، هاي المرايه كمان فيها ضوء، فيها مرايتين، مرايه فيك تشوفي عن قريب، مرايه بتكون عاديه. اوكي، كمان بتكون موجوده. هي عباره عن ثلاث قطع، هين كثير بنعبي كل اغراضنا فيها. اوكي، الصبح وقت ما ننقل من جزدان لجزدان بس نحمل هيدي، بتكون هي محطوطه بنص الجزدان. بدي اخبركم مشاهدين انه هول غراضي وهيدا جزداني، يعني مسيو وسام اليوم قدم لي كادو، عمل بابا نويل قدم لي اياها كادو، حطينا الغراض فيها وعن جد حسيتها كثير براتيك. بطريقه كثير سهله بنشيل كل غراضنا وبننقلهم على جزدان ثاني. خي خي خي. لكن هي عباره عن البوشيت اذا فينا نقول، يلي فيها كثير مطارح مقسمه، جيوب مقسمه حتى نحط فيها الدواء، المفاتيح، فيها ضوء اذا بالليل عزنا شيء، المبرد، اليو اس بي تبعنا، الكريدت كارد تبعنا، حتى الباور بانك والفرشات اسنان، يعني كل شيء ممكن. كل شيء بتحطيه بجزدانك بيكون منظم فيها بطريقه كثير مرتبه. بلس عن هيك علبه الميك اب، شنطه الميك اب الموجوده فيها. الحلو فيها عن غير برودكتس موجودين بالسوق، نوعيتها كثير منيحه، منا نايلون، هي قماش كثير مرتب، اكيد ما بتتخزق، وكواليتي كثير حلوه مرتبه. اوكي، واهم شيء انه وزنها كمان ما بتزيد وزن على الجزدان، يعني هيدا اللي بيهمنا لانه نحن بنحمل وبكون عندنا وجع. لا لا، وزنها كثير خفيفه من القماش معموله. وهيدا شو اللي معلقه على مع هيدي الباكج؟ كمان في مشكله بالبيت، دائما المراه عندها كثير جزدين ما بتعرف وين بتحطهم، شيء بيوقع، شيء بيكون بالخزانه، شيء بتضيعه، هيدا شيء بيلزق على بعضه، شيء بيلزق على بعضه. هيدا بطريقه كثير هينه بيتعلق بالخزانه او بيتعلق بستاند، له حديدي بيتعلق بستاند، بساعة 8 جزدين اذا كان قياسه كبير او صغير بساع فيها. بينظم لنا جزدين، بيخليهم جداد وبيخليهم مرتبين حد بعضهم. وفيها تعلقه كمان بقلب الخزانه، اذا كان عندها واسعه بالخزانه بيتعلق بالخزانه كثير. اكيد في شنغل مثل تبع الثياب، بتلاقي هيك جزدين اللون ما بتقعد ساعه تفتش عليه، كثير منيح. فيها تكون عم تستعمل اثنين او ثلاثه، عم تحط كل الجزدين فيهم كلهم منظمين حد بعضهم. خي كثير منيح. لكن الباكج هو عباره عن هالبوشات اللي بتنحط بقلب الجزدين مع بوشات صغيره كمان بنحط فيها القطع الصغيره، وبوشات تبع الميك اب، وهالستاند يلي بنعلق فيه 8 جزدين بقياسات صغيرة أما كبيرة ما في مشكلة. صح، هيدا أجمل كادو بعتقد بنويل تقدروا تحصلوا عليه مشاهدينا. ما تنسوا تتصلوا فينا على الأرقام يلي عم تمرق خلال الحلقة قدامكم على الشاشة، وأكيد هن كمان بيعطوكم رقم مسيو وسام حتى تقدروا تحصلوا عليهم من دون أي كلفة إضافية. ميرسي لك مسيو وسام.